الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. على الله، على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد المبعوث وابنيه بعده، وفاطمة الزهراء والمرتضى علي، يا حبذا دوحة في الخلد نابتة ما مثلها نبتت في الخلد من شجري المصطفى أصلها، والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر، ثم الشهيدان صبطاه لها ثمر، والشيعة الورق الملتف بالثمر. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: إن ولي محمد صلى الله عليه وسلم، إن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت قرابته. هذا النص العلوي الشريف نستفيد منه عدة أمور. الأمر الأول
أن أهم شيء وأهم صفة وأهم عمل عند الإنسان المسلم أن يكون مطيعا لله. لذلك هذا الحديث الشريف يعري البعض الكثير ممن يدعي أنه ينتسب للإسلام وأنه قريب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن من دون طاعة الله. هذا بعض من المسلمين يتصور أن الإسلام مجرد الشهادتين ومجرد أن أصلي أو أصوم أو أمارس هذه العبادات شكلية، أما تجي حالات أعصي الله إن شاء الله هو يشفع عنا. بتجي مو كثير يقول. فموضوع الطاعة لله أو معصية الله عند البعض مو مهمة، وإلا الإنسان كل واحد خليه يسجل كل يوم، شوف كم إلك طاعة لله وكم إلك معصية لله. ما تجي الطاعات، بل الكثرة معاصي، الغيبة معصية، قطيعة الأرحام معصية، ظلم الزوج للزوجة معصية، ظلم الزوجة لزوجها معصية، تخرج من دون إذنه، ما أكثر معاصي حقيقة. فديوم أكو واحد كاسب، تعرف شنو كاسب؟ عنده محل وقاعد، دولة ترى هواي بهم أولياء الله دولة. قال أنا الآن كم عمري؟ أفرض طلع بالستينات. قال خلي أخرد السنوات إلى أشهر، أسوي خردة، شلون دينار يسوي دراهم يسوي فلوس. صار كذا شهر، قال هم خلي أخردها إلى أيام. طلع النساء 25,000 يوم عمره. قال إذا كان يوم القيامة لو أنا مسوي باليوم ذنب واحد يعني راح أواجه رب العالمين جل جلاله ب25,000 ذنب، وويلته. إذا يوم هي ذنب، إذا يوم هي ما شاء الله. فشهق شهقة وسقط ميتا. موعظة، نكون نتأثر. مو ذاك الشاب همام أو همام يأتي إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول له صف للمتقين. السال إمام اتشاغل عنه، قرأ لآية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لأن يدري ايش راح يصير به. هذا شاب واعي، هذا شاب عنده تقوى، هذا شاب عنده ورع، هذا يعرف الله. ظل يلح الإمام صف للمتقين.
اضطر الإمام قام يصف له المتقين. شلون وصف؟ فأنا أنصح نفسي وأنصحك يا عزيزي، هاي خطبة الإمام في وصف المتقين كل يوم، ما تقدر بالسبوع مرة بالشهر مرة، اقرأها وخليها ميزان لسلوكك، قول هاي الصفات تنطبق علي لو لا، فإذا ما انطبقت يعني احنا من الهالكين نعوذ بالله. مو الآية شو تقول؟ إنما يتقبل الله من المتقين، إنما من أقوى أدوات الحصر، فالله ما يقبل بس من المتقين. زين إذا هاي ما تنطبق علينا المواصفات شو نسوي احنا؟ فالمشكلة في الشخصية الإسلامية الذي درجت عليها، وهاي التربية الخاطئة مع الأسف، يقول أنا أشهد الشهادتين وأصلي وأصوم وأروح أجل خلص. زين امتحنت سلوكك يوميا كم مرة تعصي الله؟ هل أنت في خط طاعة الله؟ شوف الحديث رائع، إن ولي محمد من أطاع الله، صلي على وإن بعدت لحمته. شنو لحمته؟ نسبه. يعني أفرض واحد بعيد نسبيا جدا عن النبي، بعيد نسبيا عن ذرية رسول الله، قاعد مجاهيل إفريقيا بس هو يطيع الله، خلص هذا ولي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العدو للنبي من هو؟ من عدو النبي؟ الذي يعصي الله. قسم يقول لا أنا أقرب ما أكون للحسين، جاي أمشي الكربلة، جاي أزور الحسين. زين تعال أنت، صح هاي طاعة، خوش طاعة، أنت تعصي الله لو ما تعصي؟ إذا تعصي الله الإمام علي يقول لك أنت عدو للنبي صلى الله عليه وسلم. من أطاع الله فهو لنا ولي، ومن عصى الله فهو لنا عدو. لا تظل تقول وتقنع نفسك والله أنا عندي أعمال وعندي كذا، وأنت مداوم على المعاصي. شوف أهم شيء هالنقطة، سئل أمير المؤمنين عليه السلام ما الواجب وما الأوجب؟ قال الواجب طاعة الله. شنو الأوجب بعد؟ ترك المعاصي. يا أخي عاهد الله، عاهد النبي، عاهد أهل البيت أن ما سوى معصية أبد. يقول واحد أنا فد يوم أمشي دني الشوارع المحيطة بقبر العباس عليه السلام كربلة، يقول أكو زوار جايين من الخليج فندق ساكنين به، فسقط طفل طاح من دور مدري الثالث الرابع، يقول أكو واحد جاي يكنس ناس انخبصت، شلون يقول هذا اجى مد ايده هالشكل اخذ الطفل كأنه واحد ما اخذ له ريشه ماكو، ناس تعجبوا وشكروا، يقول تعال انت شنو انت ولي، انت عندك كرامات، علمنا انت شو تصلي، شقريت ادعيه،
شو تسوي أعمال؟ كل شيء ما عندي أنا. أنا عندي نقطة بس، ذنوب ما أسوي. شفت؟ أنا ذنب ما أسوي. إيش معاهدة الله؟ ترى لا عندي صلاة زايدة ولا عندي أذكار زايدة ولا أنا ما أصلي. ترى أهم شيء هالنقطة. وفي مرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا مع أصحابه، قال لهم: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة من الباب ديج، اشرأبة الأعناق. من هذا؟ من أهل. والنبي قال عليه من أهل الجنة. وإذا شون هنا واحد يتوضى ويطب علينا، فهذا رجل عادي استوى متوضي وحاط نعله تحت أبطه وماء الوضوء يتقاطر من وجهه من لحيته، عادي جدا. ثاني يوم نفس الشيء، ثالث يوم رجل من أهل الجنة. عبد الله ابن عمرو بن العاص قاعد سمع وشاهد الموقف، لحق هذا الرجل قال له: أنا اختلفت مع أبي مع أهلي وما عندي مكان أنام، ضيفني عندك؟ قال له: أهلا وسهلا، تفضل. نزل في منزله. ضيف ثلاث، ضيف معروف ثلاثة أيام، صارت ثلاثة أيام. قال له: عمي جزاك الله خير، أنا أشكر ضيافتك، أرد أطلع، بس عندي فالسؤال. قال له: تفضل. قال له: أنت النبي قال عليك ثلاث مرات من أهل الجنة، وأنا سويت هالفيلم هذا لو أنا عندي خلاف مع أهلي وما عندي مكان أروح، إنما نزلت عندك الهدف جاي أراقبك، شنو الأعمال اللي تسويها بحيث أصبحت من أهل الجنة؟ شفت شو صلاتك؟ هي نفس صلاة رجال تشتغل، ماكو شيء زايد تسويه. أنت ما تقول لي ليش النبي قال عليك من أهل الجنة؟ قال له: صدق، أنا ما أسوي شيء زايد، رجال على باب الله اشتغل، وهاي لا عندي ذيك الأذكار، لا عندي ذيك الأعمال، بس أنا أقول لك أنا عندي ذني ثلاث مواصفات ملتزم بها. أولاً، ما نويت الإساءة لأحد قط بعمري، ما نويت الإساءة لأحد. ثانيا، ما حسدت أحدا على نعمة قط بعمري، ما حسدت أحد. أنا من أشوف أخويا الآن بالمسجد يصلي معاي، الله مطي أحسن سيارة ومطي أحسن قصر ومطي أخلاق ومطي أبناء حلوين وأذكياء وعنده زوجة جميلة، أفرح لكون غير قابل. هو نتنياهو هذا حتى أتأذى منه؟ نعم، أتأذى إذا نتنياهو الله وفق، أنا ما أريد الله يوفق نتنياهو وأمثاله. أما هذا يصلي وياي وهذا يحضر حسينيات وهذا مسلم مثلي، هو يحب الحسين وأنا أحب، ليش ما أفرح له؟ لماذا أتمنى زوال النعمة منه؟ شو شنو الحسد؟ تمني زوال نعمة الغير. قال له: أنا ما نويت الإساءة لأحد ولا حسدت أحدا على نعمة قط أبد. ثالثا، ما غششت أحدا، بعت له أو اشتريت منه،
شايف الغش في أسواقنا؟ شايف الغش مع الأسف عند بعض المصلين، عند بعض حضار المجالس، بس يريد يغشك بالبيع. شايف أسواقنا كم فيها من اليمين الكاذبة؟ والله هاي الحاجة لطوفك وأخذها، والله زينة، والله والله والله. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فهذا قال له أنا بزدني عندي عمي، لا عندي صلاة زايدة ولا عندي كذا، هاي بس. شفت سال جنة المن الصير. أما إنسان تجده يصلي ويصوم ويذهب للحاج ويحضر المجالس وقلبه مليء بالحقد، يحقد على هذا ويعصب على ذاك ويحسد، هذا شنو؟ هذا مو نهل الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل. مواصفات أهل الجنة، ما عنده غل، والله اللي عنده غل ما يشتم ريحة الجنة أبد. اللي الله يمكنه وما يساعد الناس، ما يستخدم جاهه لخدمة الناس، هذا هم ما يشوف الجنة. يكتب الإمام الصادق عليه السلام لرجل عينه والي على الأهواز، شوف شي يقول له، رسالة طويلة بس هاي الفقرة، يقول له إياك أن تعثر بولي لنا فلا تشم رائحة حظيرة القدس. مو يجيك مؤمن وعندك جاه وعندك منصب وعندك أموال وتقدر تقضي حوائجه وما ترضى تقضي حوائجه، ترى والله ريحة الجنة ما تشوف، يحذر أشوف. يؤتى بصاحب الجاه يوم القيامة فيقول الله تعالى له: جعلت لك جاها فهل نصرت به مظلوما؟ وهل قمعت به ظالما؟ جاء علي بن أبي طالب على فراش الموت قبل كم يوم، شو وصاهم؟ مو بس الحسن حسن، اللي ولك جاي وصين. أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، بعد وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. مو أنت بالعكس، تصير عون للظالم، تصير خصم للمظلوم. من الذنوب التي تنزل البلاء ترك إغاثة المظلوم وتضيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هاي هي تنزل البلاء. ذاك الرجل إسحاق بن عمار يقول: كنت أطوف مع الإمام جعفر الصادق عليه السلام حول البيت، يقول واحد أشر لي واقف، يقول ما درت لبال، هاي أول طواف، ثاني طواف أشر لي، التفت الإمام سلام الله عليه قال: هذا ليش يأشر لك؟ من جماعتنا هذا؟ يعني مؤمن موالي. قلت له قال لي: ليش ما تروح؟ قلت له: مولاه هذا طواف بيت الله وانا بخدمتك، شلون هم اعوفك هم اهدي الطواف واروح؟ قال لي: أجبه، اقطع طوافك واذهب إليه، لقضاء حاجة مسلم خير من طواف وطواف وطواف حتى عد عشرة. قلت له: مولاي قبل شوية قلت لي من طاف طوافا واحدا حول هذا البيت كتب الله له 100,000 حسنة ومحى عنه 100,000 سيئة ورفع له 100,000 درجة، هذا الأجر الطواف، وتقول لي أقطع الطواف؟ قال لي: قلت لك
لقضاء حاجة مسلم خير من طواف وطواف وطواف حتى عد عشرة. أنا أسألكم أحبتي، الله شو يسوي بصلاتي؟ لا إحنا من نصلي سأصلينا نزيد الله عظمه؟ الله محتاج صلاتي؟ شلون صلاة هي ما شاء الله؟ لو محتاج صيامنا صارنا 30 يوم نصوم، بالله شنو زدنا من الله عظمه بصومنا هذا؟ لكن الله شو يريد من عندنا؟ أن نتراحم، أن نتحابب، أن أقف لك في الشدائد، أن أدخل عليك السرور، أن نتفرج عن همي وأفرج عن همك. الله يريدنا ما حد يعاد الثاني، الله ما يريدنا واحد يسيء الظن بالآخر. روح اسأل كل العلماء، لا قل له أساعد لي يتيم فقير والفراسي ونام لو أصلي لي 100 ركعة، يقول لك عمي شو دروح هذا، فرح لك يتيم امسح على راسه وكل لك أغث ملهوف والفراسك ونام، هو يأثوب لك. وإلا الخوارج كانوا يصلون، الخوارج مشوية جباههم من شدة السجود. زين النبي قال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم. أصلاً تقول شنو قيمة صلاتهم من يشوف عبد الرحمن بن ملجم يصلي ذي الصلاة الحلوة، أو الخوارج يصلون ذيك الصلاة والصوم. قراءتك للقرآن تقول أنا شنو قيمته أمام ذولة؟ لكنهم يقولون بكفر علي بن أبي طالب. هذا ولي رسول الله، هذا لو عدو رسول الله. فيريدنا فهم للإسلام، فهم صحيح مو فهم خاطئ. الإسلام من قال لك مجرد تشهد بالشهادتين وخلص؟ مقياسكم أحبتي، شوف أنت في طاعة الله لو لا. كل سأسأل نفسك، أنا الآن قاعد بالمسجد في طاعة الله؟ أي. أنا الآن راح أمشي وين أروح؟ أزور أبوي إن كانا حيين، هاي في طاعة الله. تقعد بمجلس اشتغلت الغيبة والنميمة والقال والقيل كذا، هاي في طاعة الله؟ لا، معصية الله. انهى عن المنكر، إذا تنهى عن المنكر أنت في طاعة الله، إذا قمت تهزله برأسك أنت في معصية الله. شايف؟ فهيك خلي يصير مقياسنا، مو مجاملات، مو مظاهر. الإسلام مو مظاهر، مقياس. شوف هذا الحديث الشريف عن علي عليه السلام كما قرأته لكم في بداية حديثي، إن ولي محمد صلى الله عليه وآله وسلم منه من أطاع الله وإن بعدت لحمته. سلمان من هو سلمان؟ ما أدري منين جاي، من أصفهان، لا نعرف اسم أبوه ولا عشيرته ولا قبيلته، لأنه أطاع الله. الله وين خلاه؟ جابه من إنسان مجهول، مرة كان يهودي ومرة صار مسيحي مرة صار مدري شنو، جابه من الحضيض، خلاه سلمان منا أهل البيت. شوف شلون منزله حصل بيمن بالتقوى بطاعة الله. أما ذاك عم النبي، وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت قرابته. عم النبي هذا أبو لهب، بس سورة كاملة تلعنه، تبت يدا أبي لهب وتب. منه وذا وذا وذا. كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لبني هاشم: يا معشر بني هاشم، لا يأتين الناس بأعمالهم وتأتون بأنسابكم تقولون نحن ذرية محمد صلى الله عليه وسلم. عم يشوف الناس الغربة شون عبادة، شون أخلاق، شون تقوى، شون سلوك، دولة تمام. مو أنت والله جاييني،
والله أنا السيد وأنا أنتمي للنبي، لا أخلاق لا تقوى لا سلوك لا لا لا، شنو الفائدة؟ فالنبي ما يقبل بهاي. إذن أيها الأحبة، إحنا نريد رضا الله بطاعتنا. الله شي يسوينا إذا ما عدنا طاعة؟ الله شي يسوينا إذا عدنا معاصي؟ لاحظ، هذا مرة واحد يقول رأيت شخصا يخدم الحسين وشوفه يقول كأنه صاير يوم القيامة، أمر به إلى النار. قيم ودوني للحسين، مروتكم ودوني للحسين. يقول جابوا للحسين، قال له أبا عبد الله أنا أخدم عندك كذا واشتغل كيشوان بالصحن الإمام. قال له أنت معاصيك كثيرة وأخر عنه، أخذوا 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 الجنة، روح ما في دكان، شو أسوي بيك؟ تتخزون أصلا. ليش الحديث يقول حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة؟ ليحب علي بن أبي طالب ما يكذب، ليحب علي بن أبي طالب ما يزني، ليحب علي بن أبي طالب ما يأذي الناس. أما أنت محسوب على علي بن أبي طالب، بس تعال شوف سلوكك شلون. أنت محسوب على النبي، تعال شوف سلوكك يصير. فالإنسان أهم شيء الطاعة. العباس عليه السلام ليش نحبه؟ ليش عظيم؟ تقوى العباس، عمر 34 سنة وأثر السجود في جبهته الشريفة، شايف مواساة العباس عليه السلام. يقول رجل تاجر مرضت، أخذوني لندن، تاجر نجفي، فحوصاته كذا، قالوا لي راح نسوي لك عملية جراحية بس نسبة نجاحها 1%، توقع؟ إذا أتوقع حتى نسوي لك عملية باكر. قلتهم أمهلوني بس الليلة، قول أنا بالمستشفى بلندن هناك، صار بي موت يعني، واحد مية شنو شو سوي سوي. قلت توجهت إلى أبي الفضل العباس، منك من بعد، سلمت عليه، سلمت على الحسين، قمت ابكي، قلت له مروتك يا ابو فاضي، عندي اطفال، عندي عيال، عندي اهل، توقف لي. بكيت بكيت نمت. قل واذا بي ارى شخصا مهيبا طويل القامه، من صفات العباس كان طويل القامه، وكان يركب الفرس المطهم ورجلاه تخطان في الأرض، مطهم الفرس العالي. يقول شفت نور العباس عليه السلام هم ظلت تتوسل بي، قال لي إذا أوقف لك بالعملية باكر ايش تعطيني؟ قلت له مولاي أذبح لك 100 ذبيحة، وتاجر ضخم. قال لي بعد؟ قلت لك، قال لا لا لا، فشي أريد منك إذا أوقف لك بالعملية. قلت له أمر مولاي. قال فشي أريد منك أن تزور لي أخي الحسين. الله، شفت زيارة الحسين إيش قد عظيمة هاي؟ هذا هو أبو الفضل. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبداً عن من؟ عن ديني وعن إمام صادق اليقين. لذلك العباس عزيز عند فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إذا كان يوم القيامة الرواية تقول قيل يا فاطمة بما تشتكين؟ بكسر رباعية أبيك؟ تقول لهم لا،
بقتل بعلك لا لا لا، فتخرج كفي أبي الفضل العباس وهي تقول: إلهي أنت الحكم العادل، اللهم احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين. والله يا زهراء ما أذبح ابنيك والأحبايا، يا أبو خلد مع عينك اليوم الحشر سجاب، إلا الكسر ضلعيك يا زهرة بعتبة الباب، واسقط المحسن والحسن بكا والحسين. بعد بعد هذا الشاعر آخر يقول: يا ريت كل أولادنا فدوا الرضيعة، يا أبا عبد الله يا حسين، يا ريت كل أولادنا فدوا الرضيعة، واحنا فداي اللي وقع يم الشريعة. والله افتجعت فاطمة الزهرة فجيعة، في يوم واحد فاجدة 72. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا الله. تقبل منا صيامنا، اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر، اللهم اشف أمراضنا ومرضانا، اقضي حوائجنا، اللهم اصرف عنا كل سوء، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أيد علماءنا العاملين، أهلك الكفرة والإرهابين والمنافقين، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بيني. أعزائي الحضور، من أوصاني بالدعاء، اللهم وفقهم فردا فردا إلى أمواتكم وأموات المؤسسين وإلى أرواح العلماء والمراجع والشهداء والخطباء، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.